برنامج المطعم اللي كان معاكم طول السنه، واللي انا كنت مبسوط جدا جدا والله، وبتشرف وكل سنه بتشرف ان انا ابقى معاكم وفي وسط عائلتي طبعا، عائله بانوراما وعائله بي ان سي فود طبعا. على راسها عائله المهدي كلهم، بقول لكم كل سنه طيبين. الاستاذ محمود المحترم، كل الناس والقائمين والانتاج والاضاءه، كل الناس بقول لهم كل سنه طيبين اللي موجودين في القناه. سنه سعيده على الجميع وعلى الساده المشاهدين. وانا ببدا الحلقه ديت اللي انا بعتذر لاي حد زعلته السنه دي. احنا شغلنا مقرف قوي يا جماعه والله، احنا كشفات صعبين قوي في شغلنا، فالموضوع كل يوم شدة. عندنا خمس برامج هوا بيطلعوا مطبخ ما بتحصلش في اي قناه اصلا على مستوى العالم، اللي فيه خمس برامج هوا بيطلعوا مطبخ من اصعب برامج اللي بتبقى موجوده تصوير، هي برامج المطبخ للساده المصورين والانتاج والاكسسوار والاعداد والمخرجين وكل القائمين. الموضوع صعب فكله بيبقى مشدود، احنا يوميا بنبقى مشدودين عشان في الاخر نطلع احلى حاجه عندنا. هي دي الفكره، مش اي ناش اي هدف تاني غير ان احنا بنطلع بنعلم الناس حاجه جديده وحاجه مفيده تستفادوا منها. اتمنى طبعا تكونوا طول السنه تكونوا استفدتوا، وان شاء الله السنه الجديده عاملين فيها شغل كتير جدا جدا، ده اللي هتشوفوه معانا خلال السنه الجديده.